حلب تحت حصار شبه مطبق على مناطق سيطرة المعارضة فيها، وليس لها إلا منفذ واحد. وبين مد النظام وجزر المعارضة، ماذا يجري تحديدا في المدينة؟ تستذكر المعارضة السورية بأسى ما كانت عليه في حلب قبل نحو عام وما أصبحت عليه اليوم. وبين مشاعر الخذلان والأمل خرجت مسيرات في اليومين الماضيين إحياء لذكرى مرور سنة على اغتيال عبد القادر صالح، أيقونة الثورة كما يسميه المعارضون. منذ غياب صالح تغيرت حلب كثيرا، وهذه خريطة للمدينة تظهر بوضوح كيف أن الحصار أصبح شبه مطبق على مناطق سيطرة المعارضة التي لم يعد لها إلا منفذ وحيد هو طريق الكاستيلو. وفي محيط هذا الطريق يحشد النظام استعدادا لهجوم يسد فيه المنفذ الأخير. تعليقا على ما أعلنته صحيفة حريات التركية عن انسحاب 14,000 مقاتل من الجيش الحر من حلب، ردت المعارضة بالنفي، وقد نشرت الجبهة الإسلامية والجيش الحر مشاهد عن نشاطهما على جبهة حلب. خلف هذا الجدار توجد قوات النظام، سنخرج عليهم من هذا النفق. المعارضة التي تدرك ما معنى أن تخسر حلب كانت أعلنت قبل أيام عن توحيد فصائلها الإسلامية وغير الإسلامية في المدينة في مواجهة النظام. الكل يدرك أهمية حلب، وكذلك المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي شاء أن يبدأ مبادراته للحل في سوريا باقتراح تجميد الصراع في المدينة، اقتراح اعتبره النظام جديرا بالدرس، مع العلم أنه كان يفضل تسوية على غرار حمص يخرج فيها مقاتلو المعارضة من أحياء المدينة. أما المعارضة فتميل بغالبيتها إلى رفض اقتراح دمستورة بتجميد القتال في حلب، لأنها تعتبر أن النظام سيكون المستفيد الأول. يعني وقف القتال بحلب بده يضر درعا، النظام بده يسعيد أنفاسه بدرعا. الجيش الحر إذا تجمد القتال بحلب ما راح يقوي نفسه، أما إذا تجمد راح يكون الفرصة للنظام ليقوي حاله أكثر من هيك. وعلى مبادرة المبعوث الدولي علق ناشطون بهذه التغريدة: لا فرق بين الإبراهيمي ودمستورة، الأول سلم حمص والثاني يريد تسليم حلب.